للإخوان في الأصالة والمعاصرة النائب محترم السيد محمد حجيرة. دابا غا شعلتيها ومشيتي، أجي جلس معانا. جوج. شكرا سيد الرئيس، سأقتصر طبعا في هذه المداخلة على مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية وعدد التراب. طبعا باسم فريق الأسرة والمعاصرة أتشرف بمناقشة هذه الميزانية الفرعية. نهنئ أنفسنا جميعا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية خلال إشرافها الناجح وبكل المقاييس على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وبهذه المناسبة طبعا على المهنية العالية في التدبير والتصدي لجائحة كورونا، وكذلك التنسيق والتكامل بين العمل الحكومي وبين كل القوى الحية في البلاد. وأيضا نهنئ أنفسنا بطريقة إدارة ملف الأمن على المستوى الوطني، خاصة من خلال التصدي الحازم لكل التهديدات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف هذا الوطن العزيز. وندعم ونساند ونثمن كل المجهودات والأدوار التي تقوم بها الوزارة، ونطالب في نفس الوقت بتسريع تنزيل الورش الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري، كما نطالب بإعطاء الاهتمام الأكثر لإشكالية تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الوطني، وتعميم برنامج تطهير السائل في العالم القروي. وبخصوص إعداد التراب، استبشرنا خيرا بتعيين السيدة الوزيرة على رأسه لما هو معروف عليها من جرأة وشجاعة وإرادة سياسية قوية. طبعا مطمئنون على أنه هذه الاختلالات الكبرى التي راكبناها على المستوى الوطني لسنوات في هذا القطاع، جاء الوقت باش يكون هناك إبداع في الحلول وابتكار لحلول مناسبة. أيضا جائحة كورونا عمقت الإشكال في هذا القطاع، خصوصا في الشق المتعلق بالعقار. بالرغم من كل التدابير التي تم اتخاذها، ينتظر القطاع السيدة الوزيرة عمل كبير لإنعاشه وانطلاقته من جديد حتى يتمكن من استعادة دوره كقاطرة في التنمية. لن أطيل أكثر، أقول العالم القروي يجب أن يأخذ حقه ونصيبه في موضوع تعميم وثائق التعمير، في الرخص وتسهيلها. الموضوع يعني الرخص المجانية أو التصاميم المجانية اللي كاينة فلوسه عند الجهات وكاينة فلوسه في الوزارة، جاء الوقت باش يعرف النور ونضمنه هذاك الحق في السكن المواطن في العالم القروي، لأنه حق دستوري ماشي نقتصر فقط على الحاضرة اللي حققنا فيها بعض النتائج الجد إيجابية اللي يمكننا نفتخر بها. وشكرا. شكرا سيد النائب. النائب محترم السيد محمد السباري. شكرا. حنان كير أترقين، السيدة حنان أترقين. شكرا لكم سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة. يكتسي قطاع العدل أهمية قصوى في النسق الحكومي، ونفتخر في فريق الأصالة والمعاصرة بمناسبة إسناد هذا القطاع الاستراتيجي والهام إلى حقوقي محترم ومحامي متمرس ورجل قانون ضليع في شخص الأستاذ عبد اللطيف وهبي. ونحن على يقين مطلق أن السيد وزير العدل المحترم سوف يبلي البلاء الحسن في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه، وسينهض بها أحسن نهوض، مسلحا في ذلك بثقة جلالة الملك حفظه الله ودعم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نائبات ونواب. لقد قدمتم السيد وزير العدل المحترم بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل خريطة طريق لجعل هذا القطاع رائدا وتأهيله التأهيل الذي يستحق، من منطلق كونه واسطة عقد مختلف القطاعات الحكومية، من منطلق أن العدل أساس الحكم وإليه يعهد تحقيق الأمن القانوني
والقضاء للمغاربة، كما أننا نتمن السيد الوزير المحترم في هذا الباب مختلف الأوراش الكبرى التي تعهدتم بإعطاء انطلاقتها، وقد همت أساساً مشروع القانون الجنائي الذي نعتبر في فريق الأصالة والمعاصرة أن سحبه من المسطرة التشريعية بمجلس النواب إجراء دستوري سليم، ويعتبر قراراً حكيماً ومتبصراً، الأمر الذي سيمكن من إعادة النظر في مضامين هذا المشروع المهيكل، وفي قلب ذلك معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي من خلال سن مقتضيات مبدعة، لا سيما التنصيص على التدابير غير الاحترازية أو ما يعرف ببدائل العقوبات، كما أن التعهد بمراجعة النصوص المنظمة لمجموعة من المهن ذات الصلة بالقضاء والعدالة وعلى رأسها المحاماة وخطة العدالة ومهنة التوثيق والقانون المنظم للخبراء القضائيين والقانون المنظم لمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم يعتبر ثوابتا هادئة في مجال التشريعات المنظمة لهذه المهن، كما أن التعهد بإطلاق ورش إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والإطار القانوني المنظم المحاكمات عن بعد وإحداث المصد الوطني للإجرام، كلها تدابير وإجراءات تبين بالملموس أنكم السيد الوزير المحترم أهل لتدبير هذا القطاع بما هو معهود فيكم من تبصر وإنصات وإشراك لمختلف المتدخلين. حضرات السيدات والسادة، وطيدة هي العلاقة بين القطاع العدل ومجال حقوق الإنسان، ونغتنم هذه المناسبة من أجل التنويه بقرار إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بقطاع العدل، كما نسجل بارتياح قرار السيد الوزير المحترم نقل الصلاحيات والاختصاصات إلى السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان مع احتفاظه بالإشراف السياسي على عمل المندوبية، الأمر الذي من شأنه بث دينامية جديدة في عمل المندوبية الوزارية وجعلها تنهض بالاختصاصات الموكولة إليها، خصوصاً أمام التحديات المطروحة على مستوى التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، خصوصاً ما يرتبط منه بالتقارير والأجهزة الخاصة تنفيذ الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يشرف صورة المملكة أمام المنتظم الدولي. شكراً لكم. شكراً سيدة النائبة.